استاذ محمود حضرتك اتكلمت عن الماده العضويه. الماده العضويه في السي ام اس الاصلي اللي بيطلع من شركه اي اس، تمام، من الشركه الوحيده اللي انا اسيب فيها السي ام اس بتاعها، سواء جاي من فنفات بندر السكر او قصب السكر، شركه بتعالج ومنتج اصلا للميتالز وكل شيء يعني محترم جدا. بس هي الماده العضويه فيها لا تزيد عن زي قدرت توصله الى سببين، يا اما اضفت ماده عضويه مطلوبه جديده او عملت مزيد من الهضم للمنتج بتاعك وبيعتك السكر فاخترت ميه ثاني، لان 70% انت كده قربت لان يكون سائل لان يكون صلب. فعملت ايه؟ هو انت اللي عارف تسقطك وانت اللي عارف. اولا احنا ضفنا بالفعل حاجه اللي رفعت عندنا الماده العضويه، ودي الحمد لله السوق المصري كله عارفها عندنا النهارده، ان احنا يعني مدخلات المنتج مخلفات بني، مخلفات نسكافيه، دوائي نباتات بتبيعها، فمن هنا هذه المخلفات هي اللي رفعت عندي الماده العضويه على السي ام اس من 50 او من 48 ل 70% ماده عضويه زائده تماما بخلاف يعني لو انا يعني لو انا مسكت الجيركن ده وجيت اصبه مش هلاقي الرواس بتاعها. ميزه في الكومبوستيف السائل ان هو يقدر يشغله في جميع مراحل الري. خلي بالك اخص، خلي بالك انا حللت السي ام اس بتاع انجليز، تمام، وحللت سابقا بتاع يوسفر في النوبارين، وتاكدت من التحليل ان انا قلت مكوناته الاولانيه، بالاضافه لانه في اوكسين وسيتوكينين وفي اشياء كثيره جدا، يعني في فسفور قليل، في نيتروجين قليل، لكن هو غني جدا جدا بالماده العضويه، غني بالاحماض الامينيه، نو نيد، لست في حاجه الى استخدام الفالبك ولا اليونت، لان في نسبه فالبك واليونت، والفالبك عالي جدا، ما اعرفش انت تعرف ده ولا لا، تمام؟ لكن انا ما حللتش المنتج بتاعك، انا هحلله، تمام، وانا يعني لو عندي قبعه دلوقتي عاوز ارفعها لك على الكلام اللي انت قلته باضافه مخلفات البن والبسكويت او مصانع البسكويت ولا ايه؟ مخلفات البن والنسكافيه ودوائي نباتات طبيه وعقاريه. لو انت بالفعل وصلت للحاله دي ولسه المنتج سائل عندك، المفروض انه يبقى كثافته عاليه جدا. الحمد لله النهارده المنتج عندنا كثافته 1.5 واحد وربع، يبقى مش 70%، لا 70%. بس احنا النهارده لما بنيجي عشان نحلل المنتج ده بنحلله على طريقتين. الطريقه الاولى ان انا لازم اجفف المنتج عشان اشيل الماده العضويه، ده اللي بالفعل الحمد لله ابتدينا، ده اجتهاد مننا مع مركز البحوث، ابتدينا نشتغل معاه. انا عاوز اما اجي اقول للعميل عاوز تحلل المنتج، عاوز تحلله في صوره عناصر الاول، حلله في الصوره السائله بتاعتي، عاوز تحلله في صوره الماده العضويه، يبقى انت هتقول للمعمل يا معمل انا عاوز احلل المنتج ده بس بصوره جامده. لو ده تليفون حضرتك يا ريت يعني انا مش عارف اقول ايه، انا منتج فيه ماده عضويه 70% لازم يبقى لزج ونازل تقيل جدا جدا، وكثافته تبقى 1.7 على الاقل. انت بتقول كمان اضفت، اسمده معدنيه، يعني يمكن اضفت شويه ازبط، اضفت شويه فسفور، اضفت شويه عناصر صغيره ثانيه، خدت بالك؟ لان انت عارف منتج زي ده اكيد انت حد قال لك او في كيميائي قال لك ان منتج زي ده سائل جدا في الايام اللي احنا فيها من شويه محاور. المحور الاول انه هيقلل فعلا تكلفه فاتوره الاسمده الزراعيه. ثانيا انه في احماض امينيه حره 7% وموضوع الحموض امينيه من 20 ل 25%، ده رافع طبيعي لمناعه النبات ضد الامتدادات المحتمله. اللي انت اكيد عارفه واللي انا عارفه من زمان من التحليلات ان في مجموعه فينولات طبيعيه عاليه جدا، عنصر ماده الفينول الطبيعيه اللي هي كمان بتحارب اعفان البذور والنماتوده، ويستخدم علاجي اذا احسنت استخدامه، بس بشرط، وانا بقول للفلاح بشرط ان ما يكونش في الارض اساسا اصابه فطريه سابقه، لانه لو في اصابه فطريه سابقه اي وجود فطريات قديمه عندك موجوده هي اساسا بتنمو على الماده العضويه، يعني الماده العضويه مشجعه جدا لنمو الفطريات، فانت لازم قبل ما تستخدم ده لو في 20 فايده عاوزهم يبقى ال 20 مظبوطين تعالج ارضك من اي اصابات او اي احتمالات لاصابات فطريه.
انا هاخد فاصل قصير بعد اذن حضرتك وارجع تاني اسالك في حاجات خاصه. مشكوره جزيلا.